بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها عنا كل بلاء وتكشف بها عنا كل كرب، وعلى آله وصحبه وسلم. إخوتي أهل الغوطة، يا رجال الغوطة ويا شباب الغوطة ويا نساء الغوطة ويا فتيات الغوطة ويا أطفال الغوطة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله إن هذا البلاء الذي ينزل بكم من أعداء الله ورسوله، من شذاذ الآفاق، من المجرمين الظالمين، إنه امتحان من الله تبارك وتعالى، ولكن عاقبته خير إن شاء الله. ما بعد الصبر إلا الفرج، وما بعد الشدة إلا الكرم من الله تبارك وتعالى والتوسعة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وكان الله معكم بتأييده وعونه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بالفرج، وأن يرفع عنا وعنكم وعن أهل الشام جميعا وعن المسلمين خاطبة، أن يرفع عنا جميعا كل بلاء، وأن يخفف عنا من هذا البأس الذي نزل بنا من الأعداء، إنه سميع قريب مجيب. اللهم إنا نسألك أن تدفع عنا هذا الضر، فلا يدفعه إلا أنت، ولا يرفع البلاء إلا أنت، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنه قد نزل بنا من البلاء ما أنت به أعلم. اللهم أنت أعلم بحالنا، وأعلم بمصائبنا، وأعلم بأطفالنا ونسائنا، وأعلم بحرماتنا. اللهم لا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. اللهم لا تكلنا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا لا نثق إلا برحمتك، فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا أرحم الراحمين. يا إخوتي أهل الغوطة، كونوا مع الله عز وجل يكن الله معكم. لا يرفع البلاء إلا باللجأ والضراعة إلى الله عز وجل، فإذا صدقنا مع الله كان الله معنا ولا يتيرنا أعمالنا. يا أخواننا، يا أهل الغوطة، يا أحبابنا، يا رجال الغوطة ونساء الغوطة، البلاء لا يدفع إلا شدة الضراعة والدعاء والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، وأن يلتفت بعضنا إلى بعض بالمحبة والرحمة والإيثار، أن نري الله من أنفسنا كيف نطيعه في أن يرحم بعضنا بعضا. الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فمن وجد في بيته وفي أهله شيئا من السعة ولو قليلا، ليتقدم به إلى إخوته الذين هم أشد بلاء وأشد شدة وأشد فقرا، فهذا شأن المسلمين منذ نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. حال المسلمين في الشدائد أن يؤثر بعضهم، أن يؤثروا إخوانهم على أنفسهم، وأن يتقدموا لإخوانهم بلقمة العيش التي يأكلونها فيتقاسمونها معهم. بذلك يرفع الله البلاء، وبذلك تنزل علينا رحمات الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. يا محمد، يا سيدنا، يا نبينا، يا نبي الرحمة، يا رسول الله، إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا هذه لتقضى لنا. اللهم يا سيدنا يا رسول الله، إنا نتوجه بك إلى ربنا في رفع البلاء عن الغوطة وعن بلاد الشام وعن المسلمين خاطبة. يا سيدنا يا حبيبنا يا رسول الله، إنا نضرع إلى الله تبارك وتعالى بك، ونتوجه به إليه، ونتوجه به ونتوجه بك إليه، أن يخفف عنا ما نحن فيه، وأن ينزل البلاء والشدة والكرب والضيق بأعدائنا وأعداء المسلمين جميعا. اللهم فشفعه فينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم شفع فينا نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وارفع عنا هذا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أهل الغوطة،
لستم وحدكم، الله معكم إن شاء الله تبارك وتعالى، الله معكم ونبيه صلى الله عليه وسلم معكم، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتتبعون أنباءكم وأحوالكم ويعيشون معكم بعواطفهم وصدقهم ومشاعرهم، ويدعون إلى الله في الليل والنهار والصباح والمساء أن يدفع عنكم البلاء ويرفع عنكم هذه الغمة، إنه سميع قريب مجيب. كونوا مع الله يكون الله معكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بعد الفرج القريب إن شاء الله والنصر المبين، أن يجمعنا على أحسن حال وأهدى إبال، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.